اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من برنامجنا عائلتي تربح مع السؤال الثالث المضروب باثنين، ونذكر 96 لسنجار و 71 للاوسي. يلا شهد ويلا خلات. شهد شلون الشهد؟ الحمد لله. شلون الحمد لله. وخلات مرحبا بك، احكي لنا شوي عن نفسك. خلات انا خلات من سنجار يزيدي. حاليا اعمل مع منظمه او دزقه روانقه كمنسق نشاطات فيها. ممتاز. واعمل منذ 5 سنوات سوينا جروب توعي. حلو. في المخيم تشمشكو جروب هيفي. نعم. نقدم مساعدات وهدفنا هي الانسانيه بدون تفريق الديانات. وانا مدير جمعيه خيريه معا لنبتسم، خاصه معا لنبتسم خاصه مرتبطه بالايتام. ممتاز وبارك الله بكم. وكل خطواتكم هذه الإنسانية عظيمة سيذكرها لكم التاريخ ويشكركم. أتشكركم الإنسانية جمعاء. شهد، ها شلونك؟ الحمد لله. احكي لنا شوية عن نفسك. اسمي شهد، عندي عملي الخاص. نعم. وهواياتي السباحة. كرة القدم ماكو؟ سلة. سلة؟ حلو. يلا لعب، خليني نروح بسؤال سلة. يلا ايد ورا الظهر وايد على الطاولة، ونسأل السؤال الثالث المضروب باثنين. ذكروا، يقول السؤال: اذكر مكانا يفضل الشباب قضاء وقتهم فيه. هي منتشرت ايدك هواية. هي سوت هالشيء كذي. الملعب. ها؟ الملعب. الملعب، خلينا نشوف الملعب. نعم الملعب. ثاني افضل احتمال. خلينا نشوف الاخ خلات ممكن يعرفه ويروح السؤال لكم. افلام رومانسيه. افلام ممكن يشاهدون افلام رومانسيه قضاء وقت. مع الافلام ورا افلام مشاهد التلفزيون. نعم موجود السينما، ولكن هو احتمال اخير. اذا تفضل استاذ خلات. يلا شاهد نجي وياكم ونروح على عسل. عسل يا عسل. عسل وين تروح تروحين انت يعني؟ الشباب المقهى. نعم المقهى واعلى احتمال. وخلينا نشوف الاحتمالات الاخرى. اذا 6 اسماء. نعم. شنو المكان اللي يفضل الشباب قضاء وقتهم فيه؟ السياره، قياده السياره. قضاء وقتهم في السياره. قياده السياره يعني. قياده. خلينا نشوف. الركوب في السياره. نعم السيارة ربما يقضون وقتهم. ونور السفر. السفر، خلينا نشوف السفر. خطأ أول. شهد الكافيه. الكافيه. كافتريات. كافتريات. المقهى. نفس المقهى يعني. ها؟ نفس المقهى. كافيه. أقول كافيه. ايه خلينا نشوف الكافيهات. خطأ.